حديث: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر. من أحب، وكل يحب هذا، لكن ما كل يعرف ما هو السبيل الصحيح. كثير يزين لهم سبل السوء وسبل الضلال. من أحب أن يزحزح عن النار، زحزح عن النار يعني يبعد عنها وينجو منها ويدخل الجنة، كل يريد هذا، كل يريد هذا، لكن الشأن في الطريق الذي يسلكه الإنسان. ما ليس هذا موكولا إلى اجتهاده وإلى رأيه. من أراد أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فإنه لا بد أن يأخذ بما أوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. ما يفوز إلا هذا فقط، من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ومن لم يزحزح عن النار ولم يدخل الجنة فقد هلك. لكن ما هو الطريق إلى هذا؟ قال: فلتأته منيته، يعني يأتيه الموت وهو متمسك بدينه، تأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. يتمسك بدينه والإيمان بالله واليوم الآخر إلى أن يموت. أما إذا زاغ وضل وانحرف ومات على غير الإيمان فإنه يهلك والعياذ بالله. والإيمان ليس بالتحلي ولا بالتمني كما يقول الحسن البصري رحمه الله. كل يقول أنا مؤمن، من الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ما كل من قال أنا مؤمن يكون مؤمنا، حتى يحقق ذلك، حتى يحقق هذا الإيمان. والإيمان كما بينه علماء الأمة والأئمة أنه قول باللسان، اعتقاد بالقلب، وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية.